في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين. لم تكن احداث تلك الفترة تمر في سكون، فكانت حقبة مليئة بالصراعات السياسية التي لا تنتهي بين عبد الناصر والاخوان. ثمة محاولة اغتيال فاشلة لعبد الناصر في عام 1954، اتهمت فيها جماعة الإخوان المسلمين بالتخطيط لها وارتكابها. نحتفل معكم اليوم بعيد الجلاء وبعيد الحرية، بعيد العزة وبعيد الكرامة. أيها الرجال، فليبقى كل في مكانه. لم تمر أيام حتى امتلأت السجون بالمعتقلين، وجاءت محكمة الشعب برئاسة جمال سالم لتقضي بإعدام عدد من قيادات الجماعة على رأسهم عبد القادر عودة. استمر هذا الصراع السياسي بين التيار الإسلامي وعبد الناصر طوال فترة الستينيات، وكانت السجون عنوان المرحلة. في تلك الفترة لم يكن شيء ليمنع عبد الحميد كشك عن التعليق على المشهد برمته، لم يستثني في خطابه أحدا، فرئيس البلاد الذي سلمه الجائزة في عيد العلم لتفوقه في الدراسة لم يسلم هو الآخر من ميكروفون عبد الحميد كشك. كان الشيخ طبعا بدأ بقى يلامس بشكل مباشر الأحداث، الأنفاس مراقبة، الهواتف مراقبة، البيوت مراقبة، الكتب مراقبة، المكتبات مراقبة، المساجد مراقبة. رقابكم على المساجد، رقابكم على أصحاب السكون، على من يطلق لحيته، رقابة على من يصلي. كان الواجب أن تكون الرقابة على الفساد وعلى الإفساد. غير مسموح بأي خروج عن إيقاع السلطة، عن تساؤلات السلطة، عن خطاب السلطة. إذا تكلمت السلطة عن الاشتراكية لابد أن يتحدث الخطباء أن الاشتراكية هي من صميم العدالة الإسلامية. إنما الشيخ كشك عمره ما يعمل كده، كان يطلع المنبر يدافع، يعني العكس بقى، يدافع عن الشيخ سيد قطب، وكان يدافع عن الـ 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 الإخوان لما كانوا في السجون. في عام 54900 وكل المآسي لم تحدث إلا بعد 1954، كل المآسي وكل المصائب في هذا العام سيق إلى حفل المشنقة أكبر الرؤوس الإسلامية في الوقت الذي علقت فيه الرقاب التي كل ذنبها انها قالت لا اله الا الله. في هذا الوقت نفسه كان الموسيقار عبد الوهاب يقيم حفلة في سلاح الفرسان يغني فيها اغنية تسلم يا غالي، تسلم يا غالي. علاقة الشيخ بقيادات الإخوان كانت علاقات حب أكيد، لأن هم كانوا بيحبوه وكانوا بيذهبوا يصلوا معاه وكان في تواصل ما بينه وبينهم، لكن لم يكن منتظما في صف الإخوان المسلمين، لكن كان محبا لهذه الدعوة جدا جدا جدا. كشك رحمة الله عليه لم ينتمي إلى حزب من الأحزاب أو الحركات، وإن كانت تجمع بهم صلات قوية مع كل الجماعات والتيارات، وتجد في المسجد بتاعه كل أصناف الجماعات والتيارات الدينية السلفية والجهادية والإخوان والتبليغ وأهل السنة، كل هؤلاء موجودين في مسجده. كان رحمة الله عليه يعلم تماما في كل خطبة من خطب الجمعة أنه قد لا يصل إلى بيته أو قد لا يرجع إلى بيته. كان ينقد نقد مباشر ونقد قوي جدا أي حدث يحصل في البلد دون أن ينظر إلى من الذي ارتكب هذا الحدث أو مارس هذا الفعل. يرد على صلاح نصر، يرد على شمس بدران،
يرد على وزير الداخلية، يرد على رئيس الوزراء، يكلم رئيس الجمهورية، لم يكن يضع حاجزا بينه وبين من يريد أن يبلغه رسالة من فوق المنبر. أين جمال؟ بل أين عبد الحكيم الذي قتل في اليمن 50,000 من الموحدين؟ بل أين صلاح؟ بل أين جمال ذلك؟ كان تقريبا ممكن لو مش هكون مبالغ قلت كل خطبة أو كل خطبتين كان الأستاذ عمر. حملة جديدة من الاعتقالات بين صفوف الإخوان والتيار الإسلامي في عام 1965. في هذا العام بدأت سلسلة من الاستدعاءات والتحقيقات من عدة جهات أمنية بعد كل خطبة يلقيها عبد الحميد كشك. حتى أنه سرد في مذكراته أن المشير عبد الحكيم عامر أرسل له مندوبا من جهة أمنية يخبره أن المشير يعلم شعبيته وحب الناس له، ويطلب منه أن يحل دم سيد قطب الذي كان يمثل أكبر عقبات النظام آنذاك، لكنه رفض أن يفعل ذلك. لم تمر أيام على تلك الواقعة حتى صدرت الأوامر باعتقال ذلك الشيخ الضرير. في فجر يوم 14 من شهر نيسان أبريل من عام 1965 فوجئ عبد الحميد كشك بالباب يطرق طرقات عنيفة، يبحثون عن أي دليل إدانة لهذا الشيخ الضرير. الشيخ يساق داخل سيارة عسكرية كانت تختصر طريقه إلى المجهول تحت حراسة مشددة من الجنود الصامتين دون أن يعرف إلى أين وإلى متى ولماذا. حتى هو كان يحكي يقول يعني خلوه في العربية بتاعت السجن، وفي الآخر راح ما يعرفش هو فين، حتى سمع الأذان الفجر في مسجد محمد علي وعرف أنه في القلعة. أنا ما زلت أذكر الزنزانة رقم 19 في سجن القلعة يوم دخلتها لأول ليلة في حياتي، وأغلق الباب علي وحدي والظلام دامس، وأحس أتحسس حوائط هاتيك أمامي، وأين الفراش الذي أنام عليه؟ وأين الخدمة ليصلي الله؟ وأين الله لأتوجه؟ وخلعت ملابسي وفرشتها وطويت عمامتي ووضعتها تحت رأسي، ونمت ليلتها أشكو لربي ظلم العباد. حكى الكثير عن طبائع الحبس التي كان يعاني منها المعارضين في هذه الفترة، طبيعة العنبر والسجن وحفلات التعذيب، طبيعة الطعام، كل شيء سجله الشيخ كشك في خطبه، مذكرات كاملة وتفصيلية لما كان يدور في السجون بأسماء المخبرين والمعذبين والجلادين وأسئلة المحققين، كل هذا سجله الشيخ كشك رحمة الله عليه بالتفصيل في خطبه. ترى حبان السجون، أسمعت بالإنسان ينفح بطنه حتى يرى في هيئة البالون؟ أسمعت بالإنسان يضع رأسه في القيد حتى يبتلى بجنون؟ أسمعت بالمظلوم يلهب ظهره حتى يقول أنا المسيء خذوني؟ سل جبران الحربي وسلسل الحربي، من ظن قانونا هلاك فإنما قانونهم هو حمزة المسنوني. ربما بيبقى في شيء من المبالغة، ربما يعني مش بالظبط ده اللي حصل، لكن
فيها شيء من الحقيقة. يا ليل أين النور، يا ليل أين النور، إني حائر هل تنقضي أم ليس بعدك نور. ظل عبد الحميد كشك يتنقل بين السجون من القلعة إلى طرى ومن طرى إلى أبو زعبل حتى جاء يوم 5 يونيو من 1967 ليغير كل شيء.